مبروك الفوز، مبروك الميدالية السوبر، تستحقوها عن جدارة. مكسب مهم جدا، لكن بجد الجهاز الفني شغال بعيد عن كل الضغوط الموجودة، لكن بتفكروا بشكل إيجابي جدا في مصلحة الفريق. لا طبعا، ان في الاول وفي الاخر يهمنا مصلحة الفرقة ومصلحة النادي، كلنا منظومة واحدة، يعني بنشتغل عشان نحقق ده. كابتن حسام بيدير المنظومه وبيوصل للناس الاهداف المطلوب تتحقق، سواء للعيبه او للجهاز. الحمد لله ربنا بيوفقنا، منظومه عمل ناجحه. يعني بناخد كل خطوه بهدوء وكل خطوه لوحدها، ما بنحبش نستعجل. الحمد لله يمكن في اسبوع واحد كسبنا الزمالك، ودي بطوله طبعا معنويه لينا ولجماهيرنا وللنادي. نفس الاسبوع بتكسب بطوله السوبر، يعني بتدخل بطوله جديده للنادي، بتدخل كاس. احنا كنا خاصين البطوله هنا السنه اللي فاتت، من يعني بركلات الترجيح. كان يهمنا جدا السنه ان احنا نكسب، يهمنا ان احنا نفرح جماهيرنا اللي تعبت وكانت ماليه الاستاد وجايه ورانا من كل مكان في الامارات وجايه من مصر. فالحمد لله، يعني يمكن الناس اجتهدت، الناس تعبت، الناس اشتغلت. احترمنا فريق المصري، يمكن فريق المصري عمل مباراه مميزه النهارده، يمكن غير عناصر كتير عنده، عناصر مميزة أضافت له، ولكن الحمد لله التوفيق كان معانا. يمكن أحرزنا هدف، ولكن ضيعنا أهداف كتيرة كانت ممكن تغير، يعني ممكن المباراة تكون نتيجتها غير كده. ولكن يعني الحمد لله في البداية، في النهاية هي مباراة ببطولة، بتكسب اي مكسب عشان تحقق البطوله، وده الاهم الحمد لله. فكره بقى انك تلعب بسعد سمير كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا بصراحه، لان سعد معدل التدريبات ليه كان اعتقد ما كملش اسبوع حتى اليوم، وكان بغايب بقاله شهر ونص. كانت مفاجاه بصراحه. مفاجاه ان سعد يلعب، ولا يعني مفاجاه يبدا المباراه بعد فتره طويله؟ يعني انتوا اشتغلتوا عليه، كنتوا بتحضروه بشكل كويس، اكيد انتوا ما طلعتوش بيه فجاه، انتوا اكيد كنتوا بتفكروا فيه ومحضرينه. اكيد، يعني الفتره الاخيره كان عندنا ضغوط كتيره نتيجه الاصابات، وكانت ضربت الفرقه في مركز واحد ضغوط كبيرة. الحمد لله تعاملنا معاها بشكل يعني مناسب وبشكل جيد، وكان في توفيق ربنا طبعا. طبعا كتر خير سعد النهارده، يمكن بعد غياب بياخد مباراة 120 دقيقة. يعني انا بشكره وبشكر زمايله، بشكره خصيصا لانه لعب المباراة ولعب 120 دقيقة. ضحكوا عليا 120 دقيقة، ضحكوا عليا، ما كناش متفقين على كده. انا لسه بسأل سعد على فكرة، استنى خليك معايا يا سعد، انا كنت لسه بسأل كابتن ايوب، بقول له انتوا فاجئتني وفاجئتوا الكل، بس اكيد ما فاجئوكش انت. لا، كابتن ايوب هو اللي فاجئني. كابتن بيضحك عليا بصراحه. مبروك يا كابتن. طبعا يعني بنشكره، قدم مباراه كبيره بعد غياب، بعد غياب فتره طويله. طبعا حمل كبير عليه، ولكن كان على قد المسؤوليه. يعني طبعا يعني بنشكره وبنهدي له طبعا كمان، هو كمان البطوله. ولكن هي مش مفاجاه، سعد لعب مميز وبيلعب اساسي ولعب قبل كده كتير. يمكن الاصابه بعدته فتره طويله، ولكن كنا محتاجينه للمباراه دي نتيجه غياب رامي. يمكن لما بنحتاج هاني في بعض الاوقات بيشترك في مباراه في المكان ده، ولكن الاختيار النهارده كان سعد مكانه. وحته الجاهزيه طبعا كان في دماغ الجهاز الفني، ولكن الحمد لله في النهايه يعني انت بتجتهد وتوفيق ربنا في النهايه، يعني الحمد لله. قول لي بقى البطوله كام يا كابتن ايوب؟ بالنسبه لي يعني بالنسبه لكابتن احمد ايوب. والله مش بقى يعني انا مش كابتن سيد قال لي البطوله كام؟ ماشي. مش عارف، بس يعني تقريبا ممكن 11 12، يعني انا يعني مش حاسبهم بالظبط، يعني مش انا يعني يعني بقى يعني مش بشغل نفسي بالارقام على قد ما بشغل نفسي بين الواحد يشتغل ويجتهد، وطول الوقت بحضر نفسه، وطول الوقت عاوز الفرقه تكسب وتحقق بطولات. يعني بسيب الناس بقى، هي يعني الناس اللي عندها الاحصائيات والارقام هي اللي تقول، لكن الاهم بالنسبه لي ان انا اشتغل واجتهد وخلاص. يعني كانت ممكن نتيجه الماتش تكون اكتر من كده، اكبر من كده؟ يعني كان ممكن السيناريوهات تبقى كتير. يعني خلي بالك، انت ضيعت خلال المباراه، وضيعت في الوقت الاضافي، ولكن المباراه كانت مقفوله في بدايتها. احنا لو ما كناش حظنا كان وارد كمان نوصل لضربات الجزاء، وما كناش عارفين ايه السيناريو اللي ممكن يتم. ولكن انا بقول ان ربنا يعني وفقنا، ربنا ادانا البطوله عشان احنا اجتهدنا، واحنا نستحق البطوله. يعني ايوب مبروك، واللي جاي افضل كمان وكمان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. إحدى المفاجآت اللي انضمت للأهلي هذا الموسم وظهر بشكل جيد جدا في مركز أو في